السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال واموركم طيبه. في هذه الوصفه هذه غادي تشوفوا معايا كيفاش غنطيب ايغ فرايد رايس او الارز الصيني بالبيض والخضر اللي كيرافقوه نورمالمون مع الدجاج، يعني اطباق صينيه، دجاج منشورين او دجاج شاشلك. ولكن هذا يعني هذا الطبق هذا تقدروا تطيبوه بوحديته وتاكلوه بوحديته، يعني ماشي ضروري ترافقوه بالاطباق الصينيه اللي كتجي معاه. ف طيبته بالخضره، نورمالمون الخضره اللي كتجي مع هذا الروز هذا او لهذه الوصفه هي الفلفله خضراء، الجلبانه مسلوقه، والخيزو، والليشو كيف كنقولوا ليه ليشو، والخضره البصله الخضراء، دوك التروفال التحتانيين اللي تيكونوا في البصله الخضراء. دونك الوصفه ساهله ماهله، ما فيهاش شي تعقيدات، ولكن بصراحه بنينه بزاف وخفيفه. دونك نخليكم مع الفيديو ما نطولش عليكم. سلامه.
Thank you.
نعم.